في حول المجتمع دائما في عز الظروف المناخية الصعبة تبرز قصص أطفال حملوا على عاتقهم مهمة كسب الرزق ومساعدة الوالدين في مصروف البيت. قصة محمد وعبد الودود من أعالي الشريعة في ولاية البويرة في ولاية البليدة أقول نتعرف عليها مع هارون نمول وحسب كروش في هذا التقرير. بابا ماشي يخلص ما يخلصش مليح وأنا نعاون في هذا. محمد 12 سنة، وجوده هنا أعالي الشريعة في البليدة ليس للعب والاستمتاع بالثلوج كأقرانه. محمد يعمل في كراء ألواح التزلج، يبيع الفرح للناس وينال البرد ونصيبا من الأموال لقضاء حاجاته. يجي ونكون قاعد حتى يقول لي شعال نقوله نص ساعة بعشرين ما أشري بهم كش حاجة. غير بعيد عن محمد أطفال آخرون وبعقلية الكبار قفزوا واجتازوا مراحل الحياة بخطوات. التفكير هنا في كيفية جمع المال لشراء الثياب أو لمساعدة الوالدين هو حال عبد الودود 16 سنة، لا يختلف عنهم حارس حظيرة للسيارات لم تثنه العاصفة الثلجية في العمل لساعات. هنا نجيو غير هكا من عطلة لعطلة نخدموا على الناس منايا نجيو باش يقريو هكا كيما الجمعة والسبت هكا كيما تشوف كيما الغاشي هكايا نجيو لهنا نظموهم نديرو لهم معليش نعاون بابا من ذاك نشري حوايجي منايا نخدموا على خبزنا وخلاص. ولأن المكان يعرف صعوبة في التنقل عبد الودود يرى أن مساعدة الناس هنا واجب. ايه عاوناهم نعاونهم بالبالا نخرجوا لهم على الثلج منايا وندخلوا لهم طوموبيلات منايا وكاين بين يطيح الثلج بزاف نعاونوهم نطبعوهم منايا باش يخرجوا منايا. عينة من أطفال جزائريين تركوا دفء المنازل لطلب الرزق أو لمساعدة الكبار ورسم البسمة على وجوههم.